السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم الحياة مدرسة مع أم محمد. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير بإذن الله وتكونوا بصحة جيدة. اليوم كيف ما كتلاحظوا معايا عندنا درس في اللغة الإنجليزية، هو درس ديال الحروف باش نعرف كيفاش ننطقوا بعض الحروف. دونك اليوم كيف ما كتلاحظوا معانا عندنا long vowel A، long vowel A، دونك letter A هي فاش كتكون لون كتكون طويله. دونك هاد لا فوييل اي غادي نشوفوها فاش كتنطق طويله، هي بحال هكا اي، غنشوفوها كيفاش كتنطق مع هاد الاصوات هادو اللي عندنا هنايا اي ام اي اي تي اي اي ان اي اند اي اف اي. اوكي، اذا نبداو على بركه الله. سو غنشوفوا اول حاجه، غنشوفوا الفرق كيفاش كننطقوا الفرق ما بين هاد صوت وهاد صوت. so a plus m كتنطق ام، دونك هادي بوحدها كتنطق ام ام. اوكي، كتنطق ام. باغ كونطخ فاش كنزيدو الاي كنزيدو الفاول في الاخر، هادي كامله هاد الاي كتولي لونغ فاول، دونك هنا كتنطق ام 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 ا، كنسمعو غير ا ام. however when we add ملي كنزيدو الاي كتولي طويله كتنطق ايم ايم. اوكي ايم، اوكي كتنطق ايم. فور اكزامبل عندنا هنا جيم، اوكي جيم لعبه جيم. اوكي جيم نيم 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 اسم. fame fame اوكي okay. fame fame اللي هو يعني fame اللي هي fame يعني ماشي نجاح ولكن شهرة. فوالا شهرة هي fame. فعندنا game name fame. اوكي دونك هنا نردوا البال ديما الى كانت a and m كتنطق ام، كتكون شورت فاول، راه غادي تلاحظوها الا شفتوا الفيديوهات السابقه. ولكن فاش كنزيدو او كتولي لونغ اي، كتولي تنطق ايم. اوكي كتولي لونغ فاول لان كنزيدو الاي في الاخر. اوكي سو جيم نيم فيم. اوكي سو ليتس موف تو ذا سكند فويس. اوكي سكند فويس عاوتاني عندنا هاد اي بلس تي كتنطق ات ات. So A plus T كتنطق at، شتي؟ دونك الـ A كتكون short، A، A، كتنطق فقط A. however فاش كنزيدو هنايا عاوتاني الـ E كتنطق eight. فوالا سمعتوها، دونك كتكون طويلة كتولي long، كتسمى long vowel، فوييل اللي كتكون long، طويلة في النطق ديالها. دونك eight، eight، باغ إكزومبل بحال date، date هو التاريخ. date اوكي gate البوابه gate late هذه adjective اللي هي معطل يعني كتعني معطل late fate اللي هو يعني القدر fate. اوكي I repeat عندنا date gate late fate. اوكي سو دائما نردوا البال ما بين النطق ديال هاد جوج ديال الاصوات دي، معنا هادنا هنا عندنا الفاول كتكون شورت، شورت هي قصيره ات، ولكن هنا الفاول كتكون لونغ لان كنزيدو اي في الاخر، دونك كتنطق اي وهنا كتنطق ا ا. اوكي سو ليتس موف اون. اوكي سو هنا عندنا اي بلس ان، هنا عندنا اي بلس ان بلس اي. اوكي سو هذه كتنطق ان an okay an because it's a short vowel. okay هذه فويل قصيره. okay however هنا غتنطق ain ain ain. for example cane cane اللي هو العكاز cane. okay main main main. so main اللي هو الشعر اللي كيكون في لو شوفال. okay كيكون لو شوفار كيكون عنده الشعر في الراس وفي الظهر ديالو، كيتسمى المين، هو المين. اوكي المين
لين. لين هي ديك لا فوا اللي كتكون سوا ديال الدراجات، البلاصه ديال الدراجات ملي كيدوزو، او البلاصه هنايا عندنا كيقولوا لنا باص لين، يعني ديال الطوبيس. هنايا البلاصه ديال الطوبيس يعني هنا كيوقف فيها الطوبيس. اوكي سو لين هي لا فوا اللي كتكون محدده لشي حاجه، لين لا فوا. اوكي اي ريبيت، كاين مين لين. اوكي سو دائما نردوا البال اين، اتس ا لونج فاول. هنا ا كتولي اي، كتنطق اي كتولي لونج فاول. هنا ان نو ان كتبقى لايك كان كان يمكن كان. سو غتشوفوا يعني الفيديوهات السابقه راه غتلقاو يعني هذا الشورت فاول اي كاين يعني الفيديوهات عليها باش تعرفوا دائما تفرزوا تعرفوا الفرق ما بين شورت فاول ولونج فاول سورتو في القراءه. اوكي ليتس موف اون. اوكي هنا عندنا عاوتاني a plus s and a plus s plus e. اوكي دونك هنا a plus s كيفاش كتنطق؟ letter a plus s كتنطق s s. اوكي s so s علاش a؟ لان هذه كتكون short vowel. اوكي however a plus s plus e هنا هذه كتنطق a a a like هنا هنا كنطقوا هذه base. اوكي base الاساس base foundation the base of something. case case حالة case. اوكي vase vase. اوكي vase اللي هو الفاز. اوكي هو الفيز. alright اوكي base case vase. دونك هاد letter a كتولي long a a a. Good. Now we will move to sentences. نمروا دابا للجمل. اوكي الجمله الاولى the horse has a mane. The horse has a mane. اوكي لو شيفال عنده مين، عنده الشعر، هذاك الشعر اللي كيكون عنده في المقدمه ديال الراس ديالو وحتى في الظهر ديالو كامل كيتسمى مين. سوري كيتسمى مين. This is a game. This is a game. هذه لعبة. هذه لعبة. This is a game. It is a big gate. It is a big gate. يعني هذه بوابة كبيرة. She bakes a cake. So هاد ake كنا درناها في ال في الدرس الماضي ديال ال pronunciation ديال النطق تتشوفوها تاهي ايك هادي لونغ فاول ا كتولي اي حيت كاينه اي على فا. سو شي بيكس ا كيك كيك يعني انها كت 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 يعني كطيب كيكه. وات از ذا ديت توداي. وات از ذا ديت توداي يعني ما هو تاريخ اليوم، ما هو التاريخ ديال اليوم. وات از يور نيم aim. So what is your name؟ شنو هو الاسم ديالك؟ I came to the house. أنا جئت للمنزل. I came to the house. Okay. My name is Kate. My name is Kate. Okay. So حتى كيت هذه تاهي هي 8. So عندنا name came عاوتاني name date main game gate and كيك. هذه كيك درناها في الحصه الفارطه. اذا هذا هو الدرس ديالنا ديال اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا اللي هو هذه اهم حاجه اللي كان يعني كنحاولوا يعني نستريسيوها او كنحاولوا وي ستريس ذا فاكت اننا نكونوا تكونوا كتستافدوا معنا. هذه هي اهم حاجه ان شاء الله. شكرا لكم بزاف على الكلمات الطيبه ديالكم، لي كومونتير ديالكم دائما كنشوفوهم. الله يجزيكم بخير وان شاء الله مازال غيجيو دروس منتهى الاهميه من هنا القدام باذن الله. وشكرا لكم بزاف ونعطيكم موعد في الدروس القادمه باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.